Welcome, brother and sister. This is Sana Aziz. I hope you guys are having a wonderful day. Today we're saying Surat Al-Buruj. So now let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَيَوْمَ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ كُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتُ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَكُمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. I hope you guys enjoy this video. Please like and share. And have a good rest of your day. Assalamu alaikum, brother and sister.